بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعليم اللغة الفرنسية. إذن طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الفقرة، طبعا رأينا فيما سبق جو مون في أنا أذهب في اتجاه معين، أو باختصار أنني سأغادر هذا المكان جو مون في. ثم جيم لو ليفري أنا أحب الحليب الطري. ثم رأينا كلمة لا نيج كما نقول تولوج. روني أدو لابين إل بلوغ. روني عنده غمون أو أنه حزين. إل بلوغ هو يبكي. طبعا عندنا هنا لوفيغ بلوغي. ثم عندنا دولار من الهواء. لو بون فو كلير. فيني افيك موا. تعالوا معي. ثم فوليفو، هل تريدون؟ ثم ننتقل الى ذي الفقره كما نلاحظ. لا شانسون دو شا ميكي، اغنيه القط ميكي. لا شانسون، راينا فيما سبق لو فيرب شونتي. احيانا نتكلم عن لو شون. اون ايفير جيم لو فو، في فصل الشتاء انا احب النار. اون ايفير جيم لو فو. ثم جيم لو فو كلير دون لا شوميني. J'aime le feu clair dans la cheminée. Dans la cheminée. أنا أحب النار. كما نقول الواضحة. نقصدنا النار الصافية التي لا يخرج منها دخان. إذن j'aime le feu clair dans la cheminée. في المدخنة. طبعا هناك بعض المنازل التي تزود بهاد المداخين من أجل التدفئة. J'aime le feu clair dans la cheminée. J'ai bu ma tasse de lait. أنا شربت كأسي من الحليب. J'ai bu. طبعا عندنا le verbe boire. C'est le verbe boire. طبعا هنا عندنا بالضبط. شنو عندنا هنا بالضبط؟ عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب بواغ. عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بواغ. اذا طبعا نضع لو بارتيسيباسي ثم نصرف امامه لوكسيليار. حنا عندنا لوكسيليار افوار او بريزون. ملي تنصرفوا هاد لوكسيليار افوار او بريزون من بعد منو تنوضعوا لو بارتيسيباسي ديال الفعل، اذا تنحصلوا على لو باسي كومبوزي الخاص بالفعل. إذن جي بو ما طاس دو لي. ثم ما طاس دو بون لي شو. ما طاس دو بون لي شو. إذن كأسي من الحليب الجيد الساخن. كأسي من الحليب الجيد الساخن. ما طاس دو بون لي شو. جي مون كوسان سور لا شيز. جي مون كوسان sur la chaise. J'ai mon coussin. طبعا كلمة coussin تعني نوع من الوسادات التي نضعها تحت أقدامنا أو نجلس عليها، إذن تسمى coussin. coussin. طبعا يجب أن نفرق بين كلمة coussin وبين كلمة cousin. cousin. بأس واحدة. إذن هذه تتعني ابن العم، ابن العمة، ابن الخال، ابن الخالة. جي مون كوسان سور لا شيز. إذن أنا عندي وسادتي كما نقول فوق الكرسي. جي مون كوسان سور لا شيز. ثم أن جولي كوسان دو لين. أن جولي كوسان دو لين. إذن نتكلم عن وسادة جميلة من الصوف دو لين. كما رأينا فيما سبق لا لين دو مادلين. فوالا سي لا لين دو مادلين.
إذا نتكلم عن صوف مادلين، إذا عندنا هنا أن جولي كوسان دولين، إذا وسادة جميلة من الصوف. دون لا كور لوفون لا نيج، دون لا كور لوفون لا نيج، إذا نتكلم على لا كور في الساحة، في الساحة ماذا هناك في الساحة؟ لوفون لا نيج، هناك ريح وثلج، هناك ريح وثلج، المقصود وثلوج. ici j'ai mon bon feu clair، j'ai mon bon feu clair، إذا هنا عندي ناري الجميلة الواضحة، المقصود الصافية، الصافية المقصود كما قلنا التي ليس فيها دخان. j'écoute chanter le feu، j'écoute chanter le feu، أنا أسمع كما نقول تغني النار، المقصود أنني أسمع غناء النار. طبعا عندما تشتعل النار تسمع بعض الفقاعات، بعض الأصوات. j'écoute chanter le feu، j'écoute c'est le verbe écouter، هذا فعل سامع. j'écoute chanter le feu، أنا أسمع تغني النار، أنا أسمع تغني النار، المقصود أنني أسمع غناء النار. إذا أسمع تلك الفقاعات، تلك الأصوات الخفيفة مثلا الخاصة بالنار. le joli feu clair dans la cheminée، le joli feu clair dans la cheminée، إذا النار الجميلة الواضحة الصافية، المقصود dans la cheminée في المدخلة. شيت شيت، المقصود هنا شت شت، كما نقول لشخص ما اسموت، كما نقول لشخص ما اسموت. voulez-vous voter، voulez-vous voter، عندنا هنا لو فيرب سوتير، سوتير يعني انك تهدأ، انك تصمت. يقول الاستاذ مثلا للتلاميذ تيزيفو، تيزيفو المقصود اهدأوا، اسموتوا. اذا هنا نستعمل لو فيرب سوتير. voulez-vous voter، هل تريدون ان تهدأوا، الا تريدون ان تهدأوا. il fait bon، je vais dormir، il fait bon، هو يفعل جميل، المقصود بان الجو جميل وبان الظروف جميله. je vais dormir، انا سانام. je vais dormir، انا سانام. اذا la chanson du chamiki en hiver، j'aime le feu، j'aime le feu clair dans la cheminée، j'ai bu ma tasse de lait، j'ai bu ma tasse de lait، ma tasse de bon lait chaud، j'ai mon coussin sur la chaise، un joli coussin de laine، dans la cour le vent la neige، ici j'ai mon bon feu clair، j'écoute chanter le feu، le joli feu clair dans la cheminée. chut chut، voulez-vous voter، voulez-vous voter، il fait bon، je vais dormir، il fait bon، je vais dormir. ثم عندنا jeu de lecture silencieuse، c'est vrai ce n'est pas vrai، c'est vrai ce n'est pas vrai، إذن لعبة القراءة الصامتة. jeu de lecture silencieuse، لعبة القراءة الصامتة. c'est vrai، هذا صحيح، ce n'est pas vrai، هذا ليس صحيح. إذن عندنا ميكي ام لولي، ميكي ام لولي، إذا القط ميكي يحب الحليب، هل هذا صحيح أو لا؟ est-ce que c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai؟ bien sûr c'est vrai. ميكي ام لو كافي، إذا القط ميكي يحب القهوة، ميكي ام لو كافي. comme nous le connaissons tous، ميكي n'aime pas le café، alors ce n'est pas vrai. إذن كما نعرفه جميعا بأن ميكي لا يحب القهوة، إذن ce n'est pas vrai. إذن ميكي aime le café، ميكي يحب القهوة، ce n'est pas vrai. j'ai vu un mouton bleu، j'ai vu un mouton bleu، أنا رأيت خروفا أزرقا. هل سبق لشخص ما أن رأى خروفا أزرق؟ bien sûr ce n'est pas vrai. la neige est noire، الثلج أسود، هل سبق لشخص ما أن رأى ثلجا أو ثلوجا زرقاء؟
La neige est noire. Bien sûr, ce n'est pas vrai. En hiver, il fait chaud. En hiver, il fait chaud. في فصل الشتاء, il fait chaud. أن الجو يكون ساخن. الجو يكون ساخن. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, ce n'est pas vrai. Au contraire, en hiver, il fait froid et pas chaud. إذن في فصل الشتاء يكون جو بارد ولا يكون ساخن. En hiver, il fait froid. Bien sûr, voilà. Voilà, c'est vrai. En hiver, il fait froid. Alors, c'est vrai. Le dimanche, je vais à l'école. Le dimanche, je vais à l'école. يوم الأحد, أنا أذهب إلى المدرسة. إذا المتعارف عليه طبعا, le dimanche, je ne vais pas à l'école. Alors, le dimanche, je vais à l'école, ce n'est pas vrai. Le maître sait lire. Le maître sait lire. إذا المعلم أو المدرس يعرف يقرأ. يعرف يقرأ. Bien sûr, c'est vrai. C'est, طبعا عندنا, le verbe savoir. كما رأينا, إذا نقول, je sais, tu sais, il sait, كما عندنا هنا, nous savons, vous savez, ils savent. Le maître sait lire. المدرس يعرف يقرأ. C'est vrai. À midi, عند منتصف النهار, je vais au cinéma. À midi, je vais au cinéma. مع منتصف النهار, je vais au cinéma. أنا أذهب إلى السينما. Bien sûr, ce n'est pas vrai. لأن المتعارف عليه طبعا أن السينما تكون في المساء. بعدما ينتهي الناس من أعمالهم. ميرو est un joli lapin. إذا ميرو هو أرنب جميل. طبعا منذ بدأنا هذا الكتاب طبعا رأينا كلمة ميرو. هل كنا نقصد بها ان جولي لابان؟ اذا رأينا كلمة ميرو هل كنا نقصد بها ان جولي لابان؟ ارنب جميل. ميرو كنا نقصد بها طبعا الكلب. اذا ميرو est un joli lapin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. ميرو est un chien. اذا ميرو هو كلب. Et pas un joli lapin. وليس أرنبا جميلا. نستكمل مع الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.